برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل، وتعود الحياة تدريجيا مرة إلى مصر رويدا رويدا زي ما بنقول إثر جائحة كورونا أو كوفيد 19. الحقيقة إحنا بقالنا أكثر دلوقتي داخلين على 5 شهور، ولكن كان هناك التزام تام وشفافية مطلقة من قبل القيادة السياسية والدولة فيما يخص هذه الجائحة، وإحنا ما زلنا الحقيقة بنتابع أول بأول الإرشادات اللي لابد أن نكون نحترس بها. وفي نفس الوقت الحقيقة إحنا أصبحنا تقريبا موضوع الكمامات وغسل الأيدي باستمرار وكل الحاجات اللي إحنا المفروض نقوم بيها فيما يخص جائحة كورونا أصبح الآن نمط حياة. يعني إحنا عايزين نخرج من المحنة إلى المنحة، يعني أن تكون هذه الجائحة تكون قد وصلت إلينا رسائل كثيرة وعديدة. الحقيقة إحنا النهاردة هنخرج من الإطار التقليدي للحلقات اللي بتبقى في شكل إرشادات طبية أو أحيانا اجتماعية واقتصادية وكذلك سياسية، هنخرج للفن. ومعانا أول مايسترو مصري وكذلك في الوطن العربي امرأة. والحقيقة لما نيجي نتكلم عن هذا ده مش يعني مش حاجة غريبة على المرأة المصرية، المرأة المصرية خاضت معارك كثيرة حتى وصل إلى ما وصلت إليه بدعما من القيادة السياسية متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعوني أرحب بالمايسترو الدكتور إيمان جنيدي، أول مايسترو نسائي في مصر والعالم. أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا، ومبسوطة جدا أن أنا جيت هنا، وجيت تاني مرة على فكرة ليا هنا في الكونو. أنا سعيدة بحضرتك. دعونا نتابع هذا التقرير عن الدكتور إيمان ونعود إليه لاحقا. بدأت السيدات والفتيات مؤخرا في منافسة الرجال في مهامهم وأعمالهم، خاصة تلك الأعمال التي تعرف بالأعمال الذكورية، ولعل إيمان جنيدي من بين هؤلاء اللا استطعن أن يحفرن اسمهن في عالم الموسيقى والغناء كونها أول مايسترو نسائي من صعيد مصر. ففي سابقة هي الأولى من نوعها تولت إيمان جنيدي بنت بني سويف قيادة فرقة موسيقية لتصبح أول سيدة تقود فرقة موسيقية في الصعيد وعلى مستوى مصر والعالم العربي. سافرت في بداية حياتي سلطنة عمان، وكنت ماسكة فرق الكويت الأول، وبعدين رجعت، وبعدين سافرت سلطنة عمان، اشتغلت في سلطنة عمان كتير، ورجعت بعد كده. أول ما رجعت اشتغلت، مسكت الجامعة ومسكت الموسيقى العربية، وانطلقت من الفرقة القومية للموسيقى العربية على أول مايسترو على مستوى صعيد مصر، ودلوقتي أول مايسترو على مستوى مصر. كونت فرقة من فترة قريبة، فرقة اسمها وسميتها المايسترو على أن أنا أول ست فاسمي المايسترو، فكونتها من موسيقيين محترفين جدا ومطربين بنقيهم على أعلى مستوى، وبدأت أنطلق بيهم انطلاق خاص على أساس أن ما حدش يكون مقيدني بأن أنا أروح هنا أو هنا، فأي مكان أحب أعرض فيه أعرض فيه، وأتمنى أن أنا أنول بفرقتي أعجاب الجميع. تربت ونمت إيمان محمد علي جنيدي واكتسبت موهبتها الموسيقية من داخل أسرتها، حيث كان والدها مهندسا ولاعب كرة مشهور وعازفا على العود. إيمان جنيدي خريجة التربية الموسيقية، هي قائدة لأربعين عازفا في فرقة بني سويف، وساندها زوجها فكبرت أحلامها. وبصمودها وموهبتها الفنية كسرت إيمان جنيدي كل الحواجز والقيود التي يفرضها المجتمع على عمل المرأة عموما وعلى اختراق العمل كمايسترو بصفة خاصة، فأصبحت أول امرأة مايسترو في مصر بعد أن كانت هذه المهمة حكرا على الرجال.
برحب بكم مره اخرى، وبرحب بالدكتوره المايسترو ايمان جنيدي، اول مايسترو نسائي وكذلك في العالم العربي. والحقيقه يعني الملحوظه الاكثر كمان انها من صعيد مصر وتحديدا مدينه بني سويف. طيب احنا ده طبعا ياخدنا لحاجات كتير جدا هنفتحها مع حضرتك، ولكن دعيني اخد منك تلخيص لبداياتك الفنيه. وايه اللي خلى حضرتك يعني احنا شفنا عازفات، شفنا فنانات، شفنا موسيقيات، ولكن اول مره في مصر والعالم العربي نشوف مايسترو نسائي. اتفضلي يا فندم. هو بدأت طبعا بعد ما رجعت من بره ان انا اكون مايسترو، بس سمة القيادة دايما بتبقى موجودة في الشخصية من البداية، لان مش يعني ممكن تكوني عازفة، انما من الصعب انك تكوني مايسترو. المايسترو ليه صفات وليه طباع وليه كاريزما معينة وليه فكر، فممكن تبقي عازفة جوه فرقة، انما انك تكوني قائد دي سمات معينه. طبعا سمات، لان انت بتديري كل العمل بنظره عين وباشاره ايد. فطبعا ايه بتبتدي تدريجيا الاول، يعني كل ما بتبتدي فيها بتزيد بتثقل، يعني بتلاقي نفسك فعلا طيب. بتبتدي 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 نبذه تاريخيه عن بدايتك، يعني حضرتك خريجه ايه؟ خريجه التربيه الموسيقيه الزمالك 84. سافرت بره في بدايه حياتي الوظيفيه سلطنه عمان. الاول بدات بالكويت، قعدت فيها فتره ورجعت، وبعدين سافرت سلطنه عمان. كنت مايسترو برضو ولا كنت؟ لا كان تبع التربيه والتعليم. بعد ما رجعت من بره مسكت في بني سويف بقى نفسها في المحافظه نفسها مع التربيه والتعليم، فرق بعد كده اللي هي شباب في الشباب والرياضه، مركز الابداع، مركز الفنون. فهنا دي بتبقى انت القائد بتاعها. فكان عارفه وانت صغيره برضو الدنيا بتاخدك تجارب تجارب، فلغايه ما سافرت ورجعت فتعرضت عليا الموسيقى العربيه في محافظه بني سويف. فلما تعرضت عليا طبعا خفت في الاول، بداية طبعا خفت لان كلهم كبار وكلهم اي نعم لهم عراقه، يعني الحقيقه الموسيقى العربيه تحيه لهم جميعا. يعني الحقيقه اترددت في الاول لكن مسكتها ونجحت فيها الحمد لله. الحمد لله قعدت فيها سنين طويله قوي من 2005 لغايه 2011، بدايه 2011 قبل الثوره. قبل الثوره على طول استقلت منها. وبعد كده ظروف الثوره وكنت مش فاضيه ساعتها وبتاع، فخلاص سمه القياده وانك تكوني مايسترو وتنجحي من 2005 وانت لسه في بدايه حياتك وتنجحي في فرقه كبيره زي دي، فرقه ليها وزنها وليها ثقلها وموسيقى عربيه دي اصعب مما تتخيلي، الفن القديم كله. فده اللي خلاكي خلاص الحقيقه الحفلات بتاعتهم اكثر من رائعه. طبعا موسيقى عربيه، دي موسيقى عربيه، الفن القديم كله والتراث كله، فلازم تكوني اثقلتي واثقلتي كمان. طيب. وتنجحي فيها. ناخد من بعد 2011 ل 2020 حصل ايه؟ 2000 من بعد الثوره طبعا الدنيا توقفت شويه، ما حبيتش يعني اخد التجارب لان كانت الدنيا مختلفه شويه، انما جوه نفسي حاطه في دماغي فكره ان انا اعمل لنفسي حاجه خاصه. حلو قوي. فعشان اخرج بره الصندوق كان لازم افكر ان انا اعمل فرقه خاصه بيا، لان انا ده سنه كام بقى؟ لا ده انا بداتها من 3 سنين. لكن اول حفلات وتربيه وتعليم وحفلات كبيره، ولو طلب مني حفله صغيره كنت اكون فرقه صغيره واطلع بيها بعض الحفلات الصغيره. لكن من 3 سنين بدات اعمل فرقه خاصه بيا، لان انا يعني ماسكه الجامعه على فكره، ماسكه منتخب جامعه بني سويف للموسيقى من 2007 في نفس التوقيت اللي كان معاها الموسيقى العربيه. فالاثنين كانوا مع بعض. فبعد كده اما كونت الفرقه بتاعتي بقى من حبايبي طبعا بتوع بني سويف وعملت كم عددهم يا فندم؟ هو انا حسب ما بيطلع يعني ممكن تبقى 25 30 وممكن تزيد، وممكن يعني حسب المكان اللي انا رايحه. واحنا بنتابع التقرير كان في يعني لقطه انسانيه. نعم. ان حضرتك في حد كان اللي بيلعب كمان من السم والبكم. لا دي هي يعني تقريبا بس هي شخصيه شاطره جدا. وانا فخوره ان هي اشتغلت معايا وهي شاطره، يعني سافرت بلاد كتيره جدا
وعازفه ماهره فوق ما تتخيلي حضرتك، في الاوركسترا، في الاوركسترا بتاع الشباب والرياضه، ومتفوقه فوق الخيال. يعني انا كمان حظيت عليها بالعافيه في الفتره دي يعني، بس ممتازه ممتازه وانا سعيده جدا بيها، وربنا يقدرني بقى واعمل فرقه. انت بقى طموحاتك المرحله المقبله ان انت تعملي فيما يخص ان شاء الله ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي التحدي. هي ماهره، ماهره ماهره. طيب خلينا نتكلم بقى. طبعا احنا كلنا هذه الايام بنتكلم بصفة خاصة عن جائحة كورونا، والحقيقة من النواحي النفسية ناس كتير جدا طبعا متضررة نفسيا نتيجة الإغلاق. يعني طبيعة الإغلاق أو طبيعة المرحلة بتكون الناس متضررة. أنا شفت أكتر من لقاء مع دكاترة الحقيقة نفسيين وتحليلات نفسية إن الموسيقى علاج، أن نخرج من هذا التوتر وأن نسمع الموسيقى. حضرتك شايفة إيه كعلاج للأزمات اللي إحنا، يعني مش شرط جائحة كورونا، للأزمات اللي إحنا بنمر بيها؟ بالظبط. اتفضل يا فندم. أنا كانت طبعا الحالة النفسية مهمة جدا على فكرة. يعني دايما أقول إيه، إحنا ليه دايما حاطين إيدينا على خدنا؟ ليه دايما مستنيين إن إحنا نسمع الأخبار السيئة؟ ليه دايما بنقول مين اللي مات ومين اللي عاش وكام النهارده عددهم اللي صحوا وكام اللي؟ فانا حبيت اخرج بره الاطار ده. فعشان انا عامله حفلات كتير جدا في ساقية الصاوي، فبدات افرغ الحفلات بتاعتي كل اغنيه على حده، وكان في رمضان يعني، ما يعني قلت لا يعني عبر الانترنت يعني طبعا عندي على الصفحه الشخصيه بتاعتي كل 3 ايام كنت بنزل اغنيه. ليه؟ تجديد الطاقه الايجابيه طبعا. إيه لو اما وبعدين انا على صفحتي اصحاب كتير جدا جدا، فبدات الناس تندمج جدا لدرجه ان انا لو تغيبت ما نزلتش اغنيه يبعتوا يسالوني على الخاص، انت ما نزلتيش ليه؟ احنا منتظرين الاغنيه منك، لان الطاقه الايجابيه مطلوبه جدا. ما هو انا بدعم، بس بدعم بطريقتي اللي هو تخرجك بره اطار الحاله النفسيه اللي احنا فيها. وكانت ناس سعيده جدا 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 فوق، والتعليقات كانت رهيبه. فده وهذا ما قامت به الحقيقه وزاره الثقافه ايضا. يعني حقيقه خليك في بيتك حقيقة. واحنا هنجي لك طبعا وزاره الثقافه. تحيه للدكتوره ايناس عبد الدين ما شاء الله. طبعا كنت بتابع شغلها جميل اللي كانت بتعمله، لان كل واحد جندي في موقعه. نعم. يعني حضرتك. نعم. الجهات المعنية في الدولة طبعا ورأسهم القيادة السياسية المحرك الأساسي. وحضرتك قلت لي أنا هعمل أغنية للجيش الأبيض. تحية للجيش الأبيض. هو فعلا عاملة أغنية دلوقتي، بس هي في الاستوديو لسه ما خرجتش. وعاملة طبعا للجيش المصري بتاعنا طبعا أغنية برضو. خاصة نحن قربنا من 30/6. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. لأن أنا بلحن واخويا بيكتب لي كلمات وانا بلحنها وبدخلها للاستوديو وبصورها. جزء صغير من الكلمات هذه يعني، جزء صغير من الكلمات. والله طب انا مصري، انا مصري، انا مصري، صعيدي ونوبي من بحري، بحب بلادي يا ربي، كفايه عليا اكون مصري، كفايه عليا اكون مصري. جميل جميل جميل، انت لخصتي كل حاجه في هذه الكلمات. طيب فيما يخص بقى جائحه كورونا، حضرتك قلتي لي الناس دايما متواصلين معاكي وقالوا لك احنا عايزين ان انت دايما يعني تزودينا بالاغاني وما تتوقفيش. لمستي ايه من الفئات العمريه وايه الاغاني اللي هم كانوا حابين يسمعوها؟ دايما اتربينا كلنا على التراث القديم طبعا، فاكتر حاجه بتشدنا كلنا بلا استثناء الاغاني بتاع الزمن الجميل. أكتر أنا حاجة شفت حتى في التقرير إن حضرتك كله أكتر من الزمن الجميل. طبعًا طبعًا، هو ده اللي بيأثر فعلًا فينا، وخاصة كبار السن. الناس اللي اتربت على أم كلثوم وفايزة ونجاة وفريد وعبد الحليم، دول اللي بيحبوا يسمعوا. والله فيه من الجداد كتير جدًا كتير جدًا كتير جدًا متابعيني، لدرجة إن أنا عندي على الصفحة شاب صغير متابعني، مش قادره اقول سيادتك ان هو اصلا بيكتب فيا شعر من كتر ما بيندمج مع الاغاني بتاعتي.
ما شاء الله شاب صغير. فبقى يعني بتسعدني جدا 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 ان انا بقدر اخرجك بره المود بتاعك، اعملك طاقه ايجابيه لان احنا محتاجين الطاقه الايجابيه. عملت حاجه جديده بقى حلوه قوي خارج الصندوق. قلت لازم يا جماعه احنا في ظروف محتاجين نغير. نغير ايه؟ نغير الطاقه الايجابيه شويه. فالحمد لله يعني انا يعني مش نغير الطاقه السلبيه مش في الموسيقى بس، يعني انا الحمد لله في حزب حماه وطن والحمد لله سفيره بني سويف في الحمله المصريه لدعم الاعلام المصري الدوله للاعلام السياسي. ده انا عايزه اتكلم معاكي بقى. نعم. يعني اكيد بصي حضرتك يعني ونحن في هذه المرحله هو كل الاشياء متصله ببعضها بالضبط فعلا. الاعلام الاجتماع. نعم. الاقتصاد السياسه. فحضرتك سفير في الحمله المصريه لدعم الدوله للاعلام السياسي، ايه الدور اللي حضرتك بتقومي بيه؟ هو انا هي جميله جدا 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 كله بيرتبط ببعضه. هي عباره عن لجان. اللجان دي طبعا كل واحد ليه دور فيها، يعني انا القائد الكبير بتاع الحمله. كل دور بيعمل حاجه. دور المراه، ايه هو دورها؟ دورها من ناحيه الفن، دورها من ناحيه الخدمات اللي بنعملها، الخدمات المجتمعيه، دورها من ناحيه ان هي تنمي ازاي الوعي بالنسبه للست الريفيه والست المدنيه، وازاي تخلي الست تشارك. كل ده دور التعليم. ايه اللي احنا بنعمله في التعليم؟ ما هو يعني كلها مرتبطه. غير بقى الدعم الاعلام السياسي، ايه هو الاعلام السياسي؟ ده موضوع تاني مهم جدا طبعا. هو عباره عن ان احنا كل اللي بنعمله ان احنا الشائعات لازم نحاربها. يعني كلمه شائعات اما يكون فيه اشاعه طلعت وهوا بتنتشر بسرعه الصاروخ بتنتشر عبر شبكات التواصل المختلفه. فاحنا دورنا ان احنا نصححها. في حاجات معلومات مغلوطه، المعلومات المغلوطه سياسيه في ناس بتفهمها بطريقتها لان هي عايزه تفهمها كده، لكن احنا مفروض دورنا في الاعلام السياسي لا هي في خطط ممنهجه لتوصيل هذه الرسائل لاحداث بلبله داخل المجتمع طبعا. فاحنا علينا لان انا عندي ما شاء الله نخبه كبيره جدا جدا وانا فخوره ان دول معايا طبعا، واللجنه التنفيذيه بتاعتي كلها لواءات جيش ولواءات شرطه ودي حاجه انا يعني سعيده جدا جدا ان انا اشتغل معاهم طبعا، لان في كل واحد ليه دوره في يعني الاتصال السياسي موجود، اداره الازمات موجوده، كل ده ليه دور. وبنعمل على الصفحه، عاملين صفحه لينا. الصفحة دي اصلا بنقول فيها بقى ازاي نقول الشائعات نصححها، والافكار المغلوطة ازاي نصححها، وايه اللي احنا هنديه للبلد لمحافظة بني سويف، وايه الجديد اللي احنا نطلع بيه. فده كله مرتبط ببعضه، مش موضوع السياسة. ما هو السياسة مرتبطة من ان انا اغير فكر، اغير منهجة، اقول حاجات تكون لسه ما وصلتش لحد. خلينا ايد واحده متكاتفه، يعني خلينا ايد يعني واحده متكاتفه. حضرتك لمستي حاجه غايه في الاهميه، لابد ان نكون عمل كامل متكامل. بالزبط. الحقيقه المنظومه بتنجح لما يكون كل اركانها متكاملة. وبينهم حب. وبينهم عطاء. وبينهم زي ما بنقول تشابك طبعا في كل حاجه الحقيقه. وزي ما حضرتك قلتي ان الفن له تأثيره جدا، وضرورة وجود الإعلام السياسي الرشيد اللي بيرشد المجتمع. طب ده ياخدنا لحاجة مهمة جدا فيما يخص التوعية. نعم. وقلتي حضرتك انا بخرج بره الصندوق. بره الصندوق ولازم طبعا الاطروح كلها تبقى غير تقليدية طبعا. طيب نخرج بره الصندوق في ما يخص التوعية، نتكلم بصفة خاصة على 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 جائحة كورونا، لأن احنا هنبقى بعد كده نمط حياة. الكمامات، ضرورة غسل الأيدي باستمرار، التعقيم دي هتبقى خلاص نمط حياة بعد كورونا. من ضمن الحملة عندي اسمها لجنة الصحة، لجنة الصحة كلها دكاترة وبعض الممرضات اللي هو جزء من الجيش الأبيض جوه اللجنة. دول هم اللي بيعملوا لي التوعية، متخصصين في التوعية
والارشادات، وانه ينزلوا على ارض الواقع ويشوفوا ايه اللي فيه تاثير وايه اللي مش فيه تاثير، لان ده مهم جدا ان احنا نتابع. انا باخد منهم التقارير وبنزل معاهم وبنشوف ان احنا ما شاء الله عليهم على اكمل وجه. الدكتوره هبه اللي ماسكه الحمله عندي ما شاء الله، فلازم نكون جنب الدوله، اصل ما فيش انسان لوحده هيقف، كلنا نتكاتف بكل مجالاتنا بقى، اختلاف المجالات كلها طبعا، كلنا يعني في مجال تخصصه. فلازم فطبعا انا بتابع بقى الدنيا ماشيه ازاي، وايه هي الارشادات، وايه هي الحاجات اللي هنقدمها الخدميه، فطبعا لازم نقف. احنا حتى شفنا في الفترات السابقة الحقيقة يعني أولادنا الصغيرين طلعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والحقيقة في كانت يعني حاجات أكتر من رائعة، وكانوا بيدوا إرشادات، أنت لازم تعمل كده، أنت لازم تعمل كده، أنت لازم يبقى فيك المسافة كده. طيب هو التباعد الاجتماعي والتكافل الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عليه ده دلوقتي ضرورة ملحة. احنا بنخدم يعني بنخدم فئات، كمان فئات عمريه مختلفه. انا مش هاجي اتوقف عند الشباب والاطفال واروح متوقفه، انا لازم اخد الفئات كلها واشتغل عليها طبعا، لان انا لما بشتغل على مرحله واحده كاني خدت جانب واحد، انما لما بتيجي من الصغر لنهايه العمر دي مهمه بالنسبه لي جدا جدا. فالتوعية بتيجي من كله، حتى في التعليم بننزل توعية، المرأة الريفية بننزل لها توعية، وخاصة انت في صعيد مصر كمان، يعني هي المرأة الصعيدية المصرية ليها خصوصية معينة. لا وكمان دايما عايزة اقول ان لازم يكون اهتمامنا الاكبر بالمرأة في الريف طبعا، لان المرأة في الريف اكتر مرأة محتاجة توعية، وخاصة في انها ما بتشاركش، ما عندهاش مكان تشارك فيه، فاحنا لازم نخليها تشارك. وتشارك ازاي؟ على قد الامكانيات اللي انا عارفه عندها ممكن اخليها تطلع تشارك، ما هي ليها امكانياتها او محدوده امكانياتها، طب ازاي انا اخد منها امكانياتها واشتغل عليها؟ مع ان بقى يعني لو جينا شفنا الاستحقاقات السابقه، المراه المصريه ضربت يعني اروع مثال طبعا في كل الاستحقاقات السابقه منذ تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده مصر. مثلي الاعلى على فكره، مثلي الاعلى، انا دايما لما يقولوا لي انت ما بتناميش اقول لهم هو الرئيس بينام، يعني دايما اقول كده انت ما بتناميش من كتر مشاغلي، فاقول لهم هو الرئيس بينام، هو المثل بتاعي الرئيس. يعني عاش لمصر وكل المصريين الحقيقة بالفعل. طيب احنا نتكلم بصفة عامة، طموح القادم لحضرتك ايه؟ طموحي القادم اني انا الحملة دي توصل لأعلى مستوى، وانا كمان في حماه وطن برضو ما اقدرش انسى الحزب بتاعي الجميل، عملت فيه موضوع حلو قوي وجديد خالص وفكرة جديدة من نوعها، ابداعات فوق سن الأربعين اللي هم محتاجين للدعم، الناس فوق سن الأربعين محتاجة ازاي تخليهم يشاركوا، ما بيشاركوش في مجال الموسيقى بس، بيشاركوا في كل المجالات، كل من عنده إبداع في عمل ما. عملت المسابقة دي وتقدم لها، اللي أنا استغربت له أن ناس كتير جدا جدا من الكبار السن قدموا في المسابقة دي، على أساس أن أنا بخرج الناس بره الإطار بتاعهم اللي معرفش يحقق أمنية عنده يجي يثبت وجوده فيها، وتجديد الطاقة الإيجابية في نفس الوقت. طموحي طبعا أني أنا أسافر بره بفرقتي، إن شاء الله بإذن الله الحملة بتاعتي أخدم فيها بلدي بجد، أقف جنب محافظتي بجد، أنفذ كل حاجة ترفع محافظة بني سويف لفوق ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، واحنا ان شاء الله دائما بنقول الحديث بقية. سيادة المايسترو الدكتور إيمان جنيدي، أول مايسترو نسائي مصري وعلى المستوى العالم العربي، أنا بشكرك معايا وبحييك ان انت لبيتي الدعوة وجيت لنا الحقيقة. ربنا يخلي حضرتك، طبعا ما اقدرش اتأخر عنكم لان هنا ده بيتي الأصلي، فاتمنى ان انا اكون من هنا طبعا اقول اللي انا يعني الحاجات اللي انا نفسي احققها طبعا يا فندم. طب احنا مستمرون معكم مشاهدينا، الحقيقه نحن قربنا على 30/6
هناك أدوار عظيمة قام بها المجلس القومي للمرأة في الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة هذه الدولة. ودائما الحقيقة الرئيس بيثمن عمل المرأة المصرية وفي كل المحافل لا يغفلها، ودائما الحقيقة هو زي ما بنقول نصير المرأة. المرأة القومي المرأة بيصدر ملف بيتضمن جهود تمكين المرأة خلال 6 سنوات من إنجازات سيادة الرئيس، بتحتوي على الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من 4 محاور: التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى تشريعات والثقافة كمحور تلك المحاور الأربعة، وجهود تمكين المرأة المصرية 2014 ل 2020 منذ تولي زي ما قلت سيادة الرئيس مقاليد الحكم. بعد الفاصل هنلتقي بهذه الفقرة. في 14 يونيو 2007 ماتت بنت اسمها بدور بسبب عملية الختان، ومن وقتها بقى يوم وفاتها هو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث. زي النهاردة بدور ماتت بسبب الختان. بدور ما كانتش أول واحدة، كان في قبلها كتير، وللأسف لحد دلوقتي في بعدها كتير. الختان قتل بنات كتير. الختان بيقتل فرحة عيلة. كل الأديان السماوية بريئة من جريمة ختان الإناث، ومن 2008 الختان بقى جريمة بيعاقب عليها القانون، وفي 2016 اتشددت العقوبة وبقت السجن مش أقل من 5 سنين ومش أكتر من 7، بس لو البنت حصل لها عاهة مستديمة أو ماتت هيبقى السجن مشدد. مش بس كده، أي حد هيفكر هيطلب الختان هيتعاقب بالحبس مدة ما تقلش عن سنة وما تزيدش عن 3 سنين. الختان بيضيع حياة بنت. حتى الختان لو ما بيسببش موت بيسبب أضرار نفسية وجسدية طول العمر. الختان مش هيحافظ على شرفها، التربية هي اللي هتعمل كده. الختان ضد الإنسانية. الختان عادة مش عبادة. احميها قبل فوات الأوان. احميها من الختان. 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 برحب بكم مرة أخرى، وزي ما قلنا 6 سنوات من العطاء، وحنتحدث الآن عن دور المجلس القومي للمرأة. ويسعدنا أن يكون معنا سيادة السفيرة سناء عطلة مقرر فرع المجلس القومي فرع القاهرة. أنا برحب بسيادتك سيادة السفيرة. والحقيقة تمكين المرأة خلال 6 سنوات، نتحدث عن الإنجازات التي والمكاسب التي حققتها المرأة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة احنا ذكرنا بعضها، وبالإضافة إلى ذلك تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظف حكومي، الإعلان عن برنامج سيدات يقودنا المستقبل. وفي حاجة مهمة جدا أيضا، تولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس القومي للرئيس للأمن القومي، ومنصب محافظ بخلاف 25 من مقاعد البرلمان و31 من نواب المحافظين، بجانب حزمة الوزيرات السيدات، واللي أثبتنا الحقيقة بجدارة قدرتهن على العطاء. حضرتك اتفضلي، تعليق حضرتك. هو الحقيقة صعب يا فندم في دقائق معدودة نقول إيه الإنجازات اللي حصلت في 6 سنوات بخصوص. أنا يعني أخدت بعضها على فكرة كلها. صحيح، لكن في حاجة يعني الحقيقة اسمحي لي أضيفها للإنجازات الهامة اللي حضرتك ذكرتيها، ألا وهي سيادة الرئيس بمبادرة. ممكن تعلي صوتك سيادة السفيرة شوية؟ والله على إطلاق عام 2017 عام المرأة المصرية، سنة كاملة من الإنجازات. ده الحقيقة ده حدث عمل تحول
كبير وطفرة ولفتة الأنظار والانتباه، وحس كل أجهزة الدولة اللي مش واخد باله أن المرأة ليها حق النصيب الأكبر في هذه الدولة، لأنها هي الراعية للأسرة وللجيل القادم. ومن وقتها الحقيقة وتوالت الأعوام، يعني هي كانت النواة عام 2017 لم يقتصر، ولكن استمرارا بقى للعام 2017. تفضل. وكمان قررت في هذه السنة الاستراتيجية القومية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وكنا من أوائل الدول في العالم اللي بتنجز هذه الاستراتيجية، واعتمدها السيد الرئيس وكلف بيها كل أجهزة الدولة التنفيذية بالعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها. دي محطات قوية وهامة في تاريخ المرأة المصرية ودورها في المجتمع. نعم. طيب، تعود الحياة تدريجيا الآن بعد هذه الجائحة كورونا أو كوفيد-19. خلينا نسمن أيضا دور المجلس القومي للمرأة وما قام به من إنجازات وتحدي لهذه الجائحة يا فندم. الحقيقة طبعا المجلس القومي للمرأة بدعم من الدولة ومؤسسات كثيرة وعديدة فيها تكتف الجميع الحقيقة، ودي يعني هي مش ظاهرة، هي يعني طفت على السطح، يعني هي موجودة ولكنها ظهرت على السطح، ان اجهزة الدولة، وزارة التضامن الاجتماعي، الاوقاف، النيابة الادارية، مش عايزة اقول لك الصحة، وزارة الصحة، والسكان، الجميع تضافر على انه يساعد السيدات والأمهات والعائلات لأسر إن هي تتخطى هذه الجائحة، سواء طبعا بالتوعية، بالدعم النقدي والمادي، بالدعم النفسي. فالحقيقة أنا المجلس بفروعه استطاع معاونة كل الجهات اللي قلتها لحضرتك عليها، وطبعا والجمعيات الأهلية، جمعية رسالة وجمعية مصر الخير. الحقيقة كلنا تكاتفنا وقدرنا ان احنا نخفف من وطأة هذه الأزمة اللي مش بتمر بها مصر بس، ولكن بتمر بها كل دول العالم، ولسه مستمرة حتى الآن. يعني نعم نعم مستمرة. انا بس برجو حضرتك على الرغم من الأزمة اللي احنا موجودين فيها طبعا، وان شاء الله يعني تنفرج قريبا، ده ما ننساش ابدا قضايا عديده تخص المراه المصريه. احنا في المجلس القومي للمراه هذا الشهر 14 يونيو ل 14 يوليو بنقاوم ظاهره ختان الاناث. نعم. برجو من الاعلام المصري، يعني ارجوكم ساعدونا بالفعل. احنا ابتدينا شويه في المجلس القومي للمراه نعمل حملات توعيه عبر التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، وبنتمنى كمان طبعا ان يعني ابتدينا فعلا بالفعل عملنا انجازات عليه، على الرغم ان احنا كنا في عام 2008 من اهم الدول الحقيقه اللي كانت تقريبا قضت على ختان الاناث في مصر. نعم. هو احنا مش هنقدر نقضي عليه، ولكن احنا مش عايزين يبقى فيه رده. يعني فعلا في 2006 2008 2009 حصل تقدم، يعني قلت النسبة، وبعدين جت سنوات عدم الاستقرار اللي جت في مصر. فاحنا مش عايزين أي أزمة تأثر على قضايانا الرئيسية. نعم. اللي هي بتهم كل سيدة وفتاة وشابة في مصر. الحقيقة كل الشكر للمجلس القومي للمرأة وهذه الإنجازات العظيمة اللي بتتحقق على أرض الواقع. سيادة السفيرة سناء عطلة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، أنا بشكرك يا فندم على هذا التحليل. مشاهدينا الكرام، احنا يعني انتهينا من حلقة هذا اليوم، ولسه برضو شعارنا خليك في بيتك. بس أنا عايزة الحقيقة قبل ما أختم هذه الحلقة أتكلم على حاجة أنا بتعرض لها شخصيا، إن ناس كتير جدا بتكلمنا أو بتكلمني في التليفون عبر الهاتف طبعا، بتقول لي إحنا خايفين.
فقلت لهم انتوا خايفين من ايه؟ انتوا قوموا بالاجراءات الاحترازيه اللي الدوله قالت عليها في سيكونس معين وفي خطوات ثابته. احنا مثلا على سبيل المثال خايفين نروح الشغل، طب انتوا خايفين تروحوا الشغل التزموا بالكمامات، التزموا بالتعقيم، وقوموا بدوركم، لان الله يعني سبحانه وتعالى كن فيكون، يعني ما حدش هياخد اكتر ما بنقول من رزقه او اكتر من اليوم واحد في حياته، فانتم ما تكونوش خايفين، ولكن التزموا بالاجراءات الاحترازيه اللي حطاها الدوله ونثق في دولتنا وفي القياده السياسيه. وباكد لكم ان هذه المحنه هتمر، ولكن الحياه بالنسبه للمواطن المصري هتكون مختلفه ما بعد كورونا. احنا هناخد كل الالتزامات دي وحنعبر بيها لبر الامان، ولكن خليك في بيتك، واحنا ان شاء الله معاكم متواصلين بمشيئه الرحمن، وكونوا معنا دائما، والى اللقاء في بنت النيل.